جدة برج وطن، وهو من الأبراج الكبيرة في قطاع غزة، وهو برج تجاري يحتوي على عشرات الشغل السكنية، وهو برج مرتفع ويحوي الكثير من المكاتب التجارية، يحتوي على 14 طابقا، بالتالي هو دمار اقتصادي ودمار كذلك للبنية التحتية وللمنازل المجاورة. البرج مشتعل حتى هذه اللحظة، يعني استهدف فجر اليوم وهو مشتعل حتى الآن. النار كما تلاحظونها الآن من خلفي أضرار كبيرة في المحال التجارية وفي مؤسسات معروفة في قطاع غزة كبنك فلسطين، كشركة جوال.